يا نزار انت رح تمرض هيك، يلا فوت لجوا. يا ريت تتركيني بحالي هلا جلنار، حاسس روحي براس مناخيري. انت كيف بتغلطي مثل هيك غلطه؟ كيف بتشوفي الاشاره وبتسمحي له ياخذ لها؟ طيب انا شو بيعرفني انه هو رح يهدي لسهام؟ هو قال لي انه جاب لهديه، انا ما توقعت الهديه اشاره بحياتك عندي. ايه بس اهمالك وقعنا بورطه يا مدام. طلعي الزلمه مسحنا من حياته بكبسه زر. يا ريت لو تنازل واستدعاني وحقق معي بالقصه، القضية رح تكون أكبر، وأكيد قرار نقلي رح يكون على طاولتي خلال يومين ثلاثة. أنا من الصبح رح أروح لعند الست إنجي وأحكي معها، وإنت أحكي مع الضابط قدرته وحلها معه، أكيد رح نحل هالمشكلة بأسرع وقت. بمين رح تتصل؟ بالحرس على الباب ليخبروني لما يوصل عزيز، أحسن ما يجي وما نحس عليه. يعني كيف ما بدنا نحس عليه؟ هو أكيد رح يفوت من باب البيت ورح نشوفه. أنا حابب إني أستقبله أول ما يوصل، مفهوم؟ ماشي. أنا العقيد نزار، أول ما يفوت ملازم عزيز من البوابة بتتصلوا وبتعطوني خبر فورا. سيدي ملازم عزيز قبل شوي فات على السكن. شو؟ هن شو عم بيقولوا نزار؟ قال إنه عزيز إجا. إيه مو معقول. طيب شكرا إلك. احتمال إنه إجا وقت كنا بجنين. إليف؟ أكيد بكون بغرفته. شو عم تعملي؟ عزيز أنت لوين جاي ابني؟ لا تحكي، يلا انزلي لشوف. وينو هاد؟ مانو بغرفته كمان؟ يعني مين بيكون اللي شافوه؟ الحرس؟ ما بعرف جلنار، أنا ما عاد عم أعرف شي بنوب. لا تزعل حبيبي، على الأغلب بيكونوا مخربطين، أنت بتكون تلفت أعصابك من كثرة التوتر. يلا تعال نام وارتاح شوي. إيه والله معك حق، يلا أنا لازم أرتاح. يلا ليش عم تعمل معي هيك عزيز؟ شو يعني ما لقيت غير بيتكم؟ شو فيني أعمل؟ أبوك عم يلحقك وهون أأمن شي. قلت أأمن شي؟ لسه من يومين تقلعت من قدام الباب، حتى عجنيني ما فوتوني، ما ضل مكان ما تقلعت منه. لا تخبصي إليف، ما رح تروحي على مكان. لا بدي روح عزيز. إليف إذا بتطلعي من هون رح انضر، أساساً فوتك لهون بالسر. طيب أنت ليش لحتى تعمل هيك شي؟ أنا لهذا السبب ما بدي إياك تكون جنبي. شو أعمل؟ ما قدرت أتركك، ومنيح ما تركتك، بصعوبة خلصتك من إيد أبوكي. والله ما عادت عرفانة شو بدي أعمل. لا تاكلي هم،
أول شغلة رح نعملها بكرة إنه نسجلك بالجامعة، وبعدين بلاقي لك مكان آمن مشان تسكني فيه. يلا بقى افرضي، يلا شوف. يعطيك العافية. إيه بدي أسأل عن الملازم عزيز، طلع شي يا ترى؟ ما طلع يا خانم. إيه طيب، شكراً لك. هذا المجنون شو ناوي يعمل هلأ؟ يا ترى أخذ البنت على بيته؟ رنا؟ شو أنت مع مين كنت عم تحكي؟ ولا حدا، يعني ما إنه شي مهم كتير. ادخل سيدي، في موضوع مهم. عم اسمعك سيدي. في زلمة واقف برا، هو امبارح قدم لنا شكوى، عم يقول في ملازم خطف له بنته، وهذا الملازم بيكون ابن العقيد نزار ايدن، ونحن بدنا اذن حتى نقدر نفتش بيتهم. طيب انت اطلع، انا هلا بعمل اتصالاتي. شو رح نروح نجيب بنتي؟ شو القصة لعبة؟ هالشغلة بدها وقت. أنا حابب أحكي مع سيادة الماريشال قدرة قائد الفيلق الثالث. صحتين وهنا أخي. شكراً لك. أنا برأيي إنك أخذت القرار المناسب، كان المفروض تعمل هذا الشيء من زمان وتنهي هاي العلاقة. لا تفكري إنه ممكن مرقها بسهولة. العقيد وابنه هاد رح يدفعوا ثمن تصرفاتهم يلي مانا مسؤولة. هو هذا المطلوب، بس قصة إنه تبعت سهام على المصح مو ظابطة. سهام صار لها زمان عم تتعالج بالمصح لأنها مريضة. أنا رح رد. ألو نعم. لا تواخذوني لو عم ازعجكم، اجتنا شكوى بتتعلق بملازم عزيز، لهيك اتصلت بحضرتك. شكوى؟ فهمت. إذا بتسمحوا لنا فنحن لازم نلتقي بالعقيد نزار ببيته. ليش؟ رح تفتشوا البيت؟ لا سيدي، نحن رح نحكي بس. أنا برأيي مو مضطرين تتعبوا حالكم، أنا رح أقلكم شو لازم تعملوا بالضبط. ولا يهمك. اي طبعا رح نقوم بواجبنا وبس، انتوا لا تاكلوا هم ابدا. تذكر ما عاد بدي يوصلني اي ازعاج كرمال هيك مواضيع سخيفه مره ثانيه. التخبيصات اللي عم يعملها عزيز عم تزيد وما عاد فيني اتحمل. قصه هي البنت زادت عن حدها كثير. ابو هي البنت بالمخفر هلا، وقال عزيز خاطف بنته. أنا مستحيل صدق هالشي. لا مرت أخي صدقي وكتير. امبارح بالليل شفت عزيز والبنت بالسيارة، كانت بالمقعد الوراني وهي مغمى عليها. كيف؟ طيب أنت ليش لهلأ حتى حكيتي؟ شو أعمل أخي، الظرف ما كان مناسب. بعدين سمعت سهام شو حكيت، هي قالت إنه ممكن تقتل حالها بدونه. قدرت شو رح تعمل؟ قدرت قلي فوراً. بتروحوا على بيت العقيد نزار، فيكن تفتشوا البيت. كأنك رايح؟ على الأقل ارتاح شوي، ما في داعي تروح وأنت تعبان هيك. جنار
أنا ما غمض لي جفن للصبح، كيف بدك يعني ارتاح؟ لازم أروح قبل بوقت حتى أعرف شو قصة الشغلة هي. إذا لازم منعتذر منه، لأنه هذا المحبس ضروري يرجع لسهامه بسرعة يا نزار. أنا ما عم صدق، لك والله ما عم صدق. يعني ابنك عم يصيع برا ونحن هون لازم نحل مشاكله. مرحبا. شو أنت هون؟ لك قل لي أمتى أجيت على البيت؟ تأخرت شوي. وين كنت أنت؟ وين كنت؟ يعني أنت ما عرفت تتصل وتخبرنا وينك؟ جيت متأخر. يا ابني شو أنت ناوي تجيب لنا الجلطة يعني؟ بسببك الوضع مبارح كله تخربط وأنت مو هون. شو كنت شربان حتى جنيت وهديت سهام هذاك الإشهار بدون ما تحسب العواقب؟ هي مجرد هدية. هي مجرد هدية مو هيك؟ طلعت بس مجرد هدية، ولهذا السبب حضر الضابط قدرة ترجع لنا المحبس. كتير منيح لكان، أصلا ظني طلع بمحله. استنى أنا بفتح. بتفوت وبتغير ثيابك. هلأ بدنا نروح ونحكي مع الضابط قدرات ونحل هالمشكلة بيناتكم. يلا. بس أنا مو مضطر روح بابا. تفضلوا. لازم نفتش البيت بأمر من الضابط قدرات. شو عم يصير؟ قال جايين يفتشوا البيت. وليش حتى يفتشوا البيت؟ شو المناسبة؟ سيدي في خبر عن شخص دخل على السكن العسكري وهو ببيتكم. هلا انتو عارفانين حالكم شو عم تحكوا؟ سيدي نحن بس عم ننفذ الأوامر. ومين اللي عطاكم الأمر؟ الضابط قدرات. ماشي، مع اني ماني ملاقي الها داعي بنوب. يعني لو حضر الضابط قدرة اتصل كنت فتشت البيت وخبرته بنفسي. طيب تفضلوا اذا بدكم خلونا نبلش من فوق. خذ راحتك، بلش من هون قبل. تفضل. تمام؟ وهون مكتبي، تفضلوا دوروا فيه. تفضل. تمام؟ تمام سيدي. تفضل فتش الطابق تحت. سيارة المقدم فيك تقوم بمهمتك هون. تمام؟ كله تمام سيدي. كمل مهمتك هون كمان. إليف تخبي فوراً. ليش؟ لا تسألي وتخبي فوراً، عم يفتشوا البيت وإذا لقوكي بروح فيها. أنا هلأ رح أقفل عليكي، لا تطلعي ولا صوت. تفضل. هالغرفة نحن منستعملها مخزن للبيت. بابا عزيز هلأ لا تحكي اي شيء. خلصت سيادة المقدم؟ تمام سيدي. تفضلوا فتشوا هون.
شوفت عينك سجادات قديمة وكراسي ولمبات. يعني مثل أي مخزن بتعرف. منيحك. مش الحال؟ مش الحال سيدي. تمام. أمي لازم أقول لك شغلة ضرورية. شور إيه صحيح، هاي البنت اللي عم تدوروا عليها واسمها إليف، عيلتها بالضيعة أجبرتها على الزواج من شخص هي ما كان بدها إياه، وعلى حد علمي هي طلع لك اللي الطب، أنا هيك عرفت، ومنشان ما تتزوج هربت، وبالطريق يعني بمحض الصدفة التقت بابن الملازم عزيز وفي بإيدها ورقة، وبالورقة أما كانت كاتبت لها عنوان ضابط قدرت، لهيك إجت، وطبعا ابني قام بواجبه الإنساني وعلى أكمل وجه وجابها على اسطنبول، بعدين تركها، بس البنت ما طلعت قليلة. بنات الضيعة داهية، هي دابة ابني، ولهيك هي ما كانت تحل عنها. وفيكم تتأكدوا بنفسكم انه لا ابني عزيز ولا حضرة الضابط قدرت لهم علاقة بهي البنت. مستحيل. شو كلامي واضح؟ طبعا واضح سيدي. تفضل. تفضل. يعطيك العافية. طيب كيف هيك سيدي؟ يعني انتو ما فيكن تلاقوا بنتي وتجيبوها؟ يعني انت ناوي تورطنا بمشاكل مالنا قدها؟ أعوذ بالله، أي مشاكل؟ ليش حتى أعمل هيك؟ عم قلك إنه هداك الضابط تضحك على بنتي وخطفها على اسطنبول. بس طلعت مرتك يلي بعت بنتها، وبنتك أول ما وصلت على اسطنبول راحت على بيت سيادة الضابط قدرت لحالها. أنت شو عم تحكي يا سيدي؟ أنا مرتي وحدة جاهلة وما بتعرف الطيخ من البطيخ، يعني ما بتميز بين مارشال وشرطي مرور. صحيح. يلا خذها. لك منين جبتيها؟ بس ما يكون وراها قصة. كمان شو قصة هي السيارة العسكرية؟ انت خليك ساكت هلأ بلا ما يصير شي. خذ هدول وفي غيرهم، وقول لمرتك ما تخبص بالحكي شروي غروي أحسن، وإلا بتروحوا فيها. لك مو هي رقية؟ رقية شو بكي؟ شو يلي صار معي؟ قطعوا لسانك. لا ما لسه قبل كم يوم من هلأ ما كان فيها البلد. وانتي منين بتعرفيها؟ منين بتعرفي رقية؟ جاوبيني. هو قبل كم يوم رحنا أنا وأمي لعندها. انتي وأمي؟ ايه. ليش بقى؟
يلا احكي احسن ما نقص الراسي. رحنا حتى نطمن عليها، شو فيها يعني؟ مالها؟ نطمن عليها. لازم تخاف انه يشتكوا عليك هلا. تأكد بالاول وعرف منيح شو هي القصة بالضبط وتعال. رح اعرف سيدي، لسه رح اعرف كل شيء. بالاول خليني احكي مع مرتي وافهم، ساعتها بعرف كل شيء ورح اجي خبرك. عزيز تعال هون فورا. عزيز انت كيف تعمل هيك؟ لك انت كيف تعمل هيك؟ كيف تتوقع تجيب هذيك البنت هون؟ لك انت شو صاير لمخك؟ البنت كانت مريضة نزار، وعزيز فوتها على البيت بدون ما حدا يشوفه. لك انت ناوي تجيب لي اخرتي؟ لك شو بدك تساوي فيني؟ لو شافها شو بيصير؟ لو شافها المقدم شو بيصير؟ انت بتعرف المصيبة اللي كنت رح تودينا فيها؟ لك ما فيك مخ؟ يعني انت كنت رح تدمر حالك وتنزل لي سمعتي لتحت سبع عرض؟ خلص بكفي. عزيز ماله أي ذنب، كل الحق علي أنا، أنا يلي ضليت ألحقه، أنا رميت حالي عليه، شكلي ما عم بقدر أفهم، لو كان عندي عزة نفس ما كنت عملت هيك. إليف خليها تقول، هي هلأ عم تحكي مزبوط، بس عم تنقص شوي، لأنك لازم تقولي عن حالك إنك بلا أخلاق، لأنه لو عندها أخلاق ما بتلحق شاب خاطب وبده يتزوج. تتهمني بالشي اللي بدك اياه، انا ما رح ادقق، بس في شي ما بسمح لك تتطاول عليه يلي هو شرفي. تعي لوين رايحه؟ خليكي بمحلك، ما بتقدري تطلعي من هون بهالمنظر. طبعا انا ما بقدر اطلع الا بالمقعد الوراني للسياره، ولازم اكون متغطيه لاني كائن فضائي. اذا هي هي الاخلاق تبعكم فان شاء الله الف مبروك عليكم. انا برايي التغطيه بالاحرام لازم تكون العالم مثلكم غلط الناس تشوف وشها. بشكر الله لأنه راسي دائما بيضل مرفوع. وقفي! انت ما بصير تطلعي هيك. Savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa, Elif gibi hayatım kördüm açmasa. Şu fetteştü albet? Ey nam seyit, o ma fi hada. Tayyip. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa, Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar denen misali bu sebebi halimi. Dimdik
يا ريت نضل هون دايما، لا في شغل ولا في تعب، والله حتى عظامي ارتاحت كمان. يا ترى كمال بيكون لقى إليف؟ عم حاول افهمك بس صعب، يعني منشان تهربيها زتيتي حالك بالنار وهلأ قاتلي حالك منشان هي ترجع. في إنا بهالشغلة بس ما عرفتها، بس رح أعرف. خالتي إلهام، تليفون لإلك. إليف، هي أنت بنتي؟ بنتي عقلاتك عم يخشوها؟ إليف ما بتتصل على بيت قدرية. طيب لقيت إليف يا كمال؟ طمني هي منيحة؟ إيه لقيتها، وهلأ قاعدين على شاطئ البوسفور عم ناكل سمك. لا تجننيني. ها هي منيحة بس لما أمسكها بفرجيها. هلأ انسي، مين في حديك؟ عندي جوليا وبس. اسمعي، لا تفهميها شو عم نحكي. الليلي، مين اللي بعتي إليف لعنده؟ ما بعتها. عم بحكي على الضابط، لا تخبي علي وإلا برجع أضيع وبهري نعمتك. بس أنا ما بعرف لا ضابط ولا غيره. إيه بس أنا بعرف، هذا أعطانا إليف وهي صغيرة مو؟ كمال، لاقي بنتي وجيبها، أنا والله كتير ندمانة. كنتي فكري قبل ما تبعتي البنت لهون شو رح يصير؟ الكلاب هددوني وما بدهم البنت، وهي مستحيل ترجع معي على الضيعة. كانت قدام عيوني باسطنبول بس ما قدرت امسكها، اكيد قدرية رح تمسكها. الاحسن اوصها ونخلص. ها شو عم تحكي كمال؟ دخيلك مو بنتي. ليش حتى احميها من نون؟ وجودها رح يوقعنا بالمشاكل. بدك يعملوا فيني مثل رقية؟ انتوا ليش عم تشتغلوا من راسكن؟ شو انا رجل كرسي حتى ما تخبروني؟ امي خلينا نتأكد، بلكي إليف اتصلت. خلصنيها. كمال انا بترجاك تجيبها، بوعدك انه ما عاد خليها تبعد عن عيوني ابدا. شو صاير؟ شو عاملة إليف هلا؟ كمال أنا ببوس إيدك، لا تأذي بنتي. مين بدها يأذي؟ كمال لا تعمل هاتي لشو؟ هاتي، أنا بترجاك لا تأذيها. كمال خانوم. خير، ليش مرتك قاعدة عم تبكي وتنوح؟ خليها لله يا خانوم، وأنا قلبي عم يحترق بس أنا مضطر أعمل هالشي. شو هو؟ بنتي إليف صارت ما بتشري. لك شو عم تخبص؟ أنت عارفان حالك شو عم تحكي ولا؟ يمكن لو كان أب غيري كان جاب البنت لعندكم، بس أنا ابن أصول كرامتي ما بتسمح إني غشكم. شو قصدك تقول؟ فهمني بقى، فهمني يا كمال شو صار؟ بنتي إليف اتفقت مع واحد وراحت معه خطيبة. إيه؟ أنا شفتهم بعيني، حتى لقطتهم بالفندق. شو نعمل هلا؟ انت ما تعملي شيء خانوم، انا بدي اعمل. طالما انا ابوها للبنت فانا اللي رح نضف شرفي. اعطيتك كلمه وما وفيت بوعدي، فاقل شيء اقتلها واخلص منها وما يوطى راسي معك. خانوم انت بس قولي ايه. ايه كمال، ايه
ألو؟ ألو نورهان؟ إليف؟ لك وينك يا بنت؟ ليش ما عم تحاكيني؟ أنا كتير قلقت عليك، يعني معقول ما تتصلي وتطمنيني عنك؟ أنا مالي منيحة يا نورهان، هذا المشكلة وما صارت معي هون. نورهان كتير اشتقت لأمي، كيفة؟ شو عاملة؟ منيحة، الخانم أخدتهم على بيتها، هي وجوليا هنيك هلأ. رح يضلوا هنيك لحتى يرجع أبوك من اسطنبول. ايه والله نسيت أسألك، إليف شفتي أبوكي شي؟ أمي الحاني، وإذا مو اليوم بكرة رح يلاقيني. أنا شو بدي أعمل نورهان؟ لا تستسلمي إليف، أمك كتير تعذبت وتحملت بسببك. وفي بوعدك إلا وخليكي قده. أسوأ شيء ممكن يصير إنه حدا يفرض عليك شو لازم تلبس، وإذا نحن ما بنشبههم هذا ما بيعني إنهم يرفضونا. كل إنسان حر بطريقة حياته. نحن ما بدنا سياسة، نحن ما بدنا أحزاب، نحن الشيء اللي بدنا إياه هلأ هو حقنا وبس، وما رح نستسلم أو نهدى أبداً لحتى ناخد حقوقنا. رح نوصل صوتنا حتى الكل يسمعنا، ونطالبهم انه يوقفوا الاجراءات يلي عم يتخذوها بحق زميلاتنا المحجبات، لانه هذا حق والساكت عن الحق شيطان اخرس. يا رفقاتي، نحن وصلنا عالجامعه لانه تعبنا. هلا بدي اسالكم، بصير بسبب هيك صوره صغيره عم يطلبوها انه نتنازل عن حقنا فورا؟ ما رح نتنازل! رح نتنازل عن حقنا؟ ما رح نتنازل! يا زميلاتنا، ما في اي قانون بنص على هالشيء. تعالوا كلياتنا نصير ايد وحده ونوقف المشكلة هالظلم ونقول بكفي. الله يحييك، ايد وحده ايد وحده. انا طالع. اجل عزيز، ابوك راح لحتى يحكي معهم، وقدرة بيك راح يفهم انه انت مالك ذنب اللي صار. امي هاي البنت الضياعجية اللي مو عاجبتكن، دعست على كل الكذب اللي برا وطلعت لحالها، وانتو عم تطالبوني اني اكذب هلأ، وبدكن وطي راسي وادعس على قلبي. يا جماعة انا ما بحب سهام، وهلأ بدي روح لحتى اقلها هالحكي. حكيت مع ابوكي وقلت له خلينا كم يوم، واذا اضطر الامر منروح على المصح. انت حاسه حالك احسن ما هيك؟ اللي مجنني انه جايبه على البيت كمان. نحن مالنا علاقه، هن حطوا نهايه لوجودهم هون. ابوكي ما رح يمرق هي الشغله هيك، ورح يعمل المستحيل ليدفعون ثمن قله احترامهم. بس انا ما بدي عزيز يصير له اي شيء بسببي، انا كثير بحبه امي، بس هو لا، ما بحبني ابدا. ايه وبالناقص ما يحبك، شفنا ذوقه ومبين انه ما بيناسبنا. استنيني هلا برجع لك. تفضل، انا رح خبر الانسه سهام بجيتك. عزيز روح من هون فورا. اذا بتسمحي بدي احكي مع سهام كلمتين. نحن ما بدنا تعتذر على شيء، خلقه انت دمرتها للبنت، ولا تفكر انه اعتذارك رح يحل الموضوع. حابب احكي معه بس. عزيز عزيز، كنت عارفانه رح تجي وما رح تتركني. تعا رح نحكي جوا. تعا. ما بدي اقعد سهام. ايه طيب خليني غير ثيابي لكان. استني، ما رح نطلع على محل. معكن خمس دقائق لكان. انت في إلك معي امانه، جبتها معي. شو صار؟ وحياة الله كنت عم ترجى بابا انه ما ياخذ محبسي، انا ما كان بدي يصير هيك. يا ريت انت اللي كان بدك، وقتها رح يكون اسهل، على الاقل ما رح احس اني متعذب. القصة اجت على رجليها ما هيك؟ سهام ارجوكي لا تصعبيها اكثر. انت ما بتحبني ولا حبيتني من قبل،
لا تواخذي. في عندي مشكلة بالصورة، مالي حابة اني اكشف عن راسي، بس كمان لازم بلش بالتسجيل. انا بموقف صعب كتير، جيت من ايدن لهون هريبة، بابا كان ناوي يزوجني غصبا عني وانا هربت من عرسي، صار لي كذا يوم باسطنبول وصار معي مشاكل كتير، بابا عم يلحقني وما في مكان نام فيه. ايه شو فيني اخدمك؟ حدا يساعدني يا رب. سهام مشان الله ردي علي، لك شو سويتي انت فيه؟ بقى فيه سهام، افتحي عيونك يا عمري، انا بترجاكي انه تردي، مشان الله ردي علي. شوفي لا تفهميني غلط، انت فيكي تبقي هون دائما، نحن بابنا رح يضل مفتوح لإلك، لهيك اذا بدك راجع حالك. قدري يا خانم وانت عندك ولاد، بوس ايدك ما تأذي بنتي، هي ما لها اي ذنب ابدا،